صباح 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 الخير. اليوم قررت أسوي فطور غير عن دايم، وحبيت أسوي طبق السموذي أو السموثي اللي تحبوا تسموه، ويلا نبدأ. طبعا نبدأ بثلاث ملاعق شوفان، بعدها أضفت نص كوب حليب، أي نوع حليب تقدر تستخدميه، أنا استخدمت هنا حليب اللوز، وطبعا ملعقة قرفة صغيرة، وآخر شيء أضفت توت أحمر، وطبعا كل المكونات هذه تكون بالخلاط. آخر شيء وهالمرة صدق آخر شيء اللي هي الفواكه اللي على الوجه، تقدري تختاري أي نوع فواكه مع رشة مكسرات، وكذا يكون خلصنا الفطور اليوم. الفطور لذيذ ويشبع كأول مرة أجربه، وبالعافية عليكم لو جربتوه، بالعافية علي أنا. بالنسبة لي أحلى فقرة في السفر هي ترتيب الشنطة، ويلا نشوف إيش أخذ معايا. بعد ما خلصت ترتيب الشنطة حابة أقول لكم عن بعض الأشياء اللي فادتني شخصيا وقت السفر وأحسها مهمة. من ضمن الأشياء الشنط الصغيرة اللي تقدر تحط فيها أشياء متنوعة مثل بلا 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 بلا. A few minutes later. أوكي اتذكرت، أدوات المكياج، أدوات العناية، أدوات النظافة الشخصية بدون ما تصير مكركبة على بعض. علب صغيرة للشامبو والبلسم والبودي لوشن، حبيتها في المنتجات اللي أنا حبتها، أو تقدر تشتريها من الصيدلية لأن غالبا يكون في سيكشن كامل المنتجات السفر. هالشي يمكن ما له علاقة بالسفر، بس للناس اللي ما تفضل تاكل حبوب، هذه فيتامينز عبارة عن قطع جلي مفيدة، وحبيتها واستفدت منها كثير، وفي منها أنواع مرة كثير. نبدأ بالشنط، أحب أهديها لأنه الشخص يقدر يستفيد منها لوقت طويل، يعني عملية ومو شيء مؤقت يستخدمه مرة واحدة ويتركه. بالنسبة للشوكولات، كوكو بلاك هو أول خيار أفكر فيه لأي شخص بيرجع السعودية، غير أنه من أشهر محلات الشوكولات في أستراليا، الشكل والتغليف أنيق والطعم بعد لذيذ، فخيار مرة حلو. ثالث أو رابع خيار اللي هو محل تيتو، واللي هو خاص بالشاي، عنده أنواع شاي مرة كثير. اللي حبيته إنه بدل لا تحتاري أي نوع تاخذي معك، عندهم بوكسات كثير وحاطين لك كل بوكس بأنواع شاي مختلفة، فتقدري تجربي أكثر من نوع. وغير كذا عندهم أدوات الشاي مغلفة بشكل جدا آمن، وتضمني إنها ما تتكسر. نجي للعسل الأسترالي، أحب مرة الأشياء اللي تكون مرتبة. هذا عبارة عن بوكس فيه 10 أنواع عسل مختلفة، يعني الشخص اللي تهدينه بيقدر يجرب أكثر من شيء. إذا عندك شخص يحب الرسم، هالشي عبارة عن لوحة ومعها ألوان مائية وفرشاة، كل لون له رقم ورقم موجود على اللوحة فيساعدك بالتلوين. نجي لآخر شيء، هالشي مرة حلو ويعبر عن الثقافة الأسترالية بما أن عليه رسومات من أشهر الحيوانات.
من الأشياء البديهية اللي أنا بالعادة أسويها هو أني أحمل مسلسلات وأفلام عشان أخلي الوقت يمشي بسرعة. ثاني شيء أحب أسويه هو أني أحمل الكتب PDF. بالنسبة لي أفضلها أكثر من الورقي، الأسباب مرة كثير، بس أهم سبب أنه تاخذ حمل أقل ووزن أقل. وآسف المحبين الكتب الورقية. وبما أني فتحت موضوع الكتب PDF، هالتطبيق مرة حلو، في كتب مسموعة إذا تفضل تسمعي، وفي بعد كتب تقدر تقرأيها، وبرضو يطور لغتك الإنجليزية. إذا نكون خلصنا أساسيات اليوم من فطور وترتيب الشنطة، والحين نقدر نقول يلا على المطار. درجة حرارة